فيكم. اليوم بدنا نكمل مع السلسلة مع سلسلة كلمة werden. بآخر فيديو تعلمنا معنى werden بصيغة المستقبل. اليوم بدنا نتعلم معنى werden مع صفة أو اسم. يعني نومن اسم أو صفة أدجكتيف. يعني المعنى باللغة العربية يصبح، يعني أنا أصبح مريضا مثلا، أو أنا أصبحت أب مثلا، أبا. وشلون ممكن نقول هذا بالألماني؟ يعني كتير سهل نستعمل كلمة werden. تصريف كلمة werden ممكن تشوف تصريفها بالفيديو اللي قبل. ها؟ أنا فرجيت التصريف بشكل كامل بالحاضر. يعني نستعمل كلمة werden مع الاسم أو مع الصفة. مثلا es wird kalt، يعني es wird kalt بمعنى إنه لسه مو بارد، يعني مو بارد لسه، بس عم حس إنه عم يصير، يعني رح يصير كتير بعد أو بارد، رح يصير بارد بعد شوي، يعني بعد ساعة مثلا. هلا بلش، يعني es wird. لا تقولوا إيه هاي مستقبل، لا هاي مو مستقبل، هاي مستقبل es wird kalt sein. اوكي، سوف يكون بارد. es wird kalt صيغة الحاضر والمعنى هلا عم حس الوضع عم يتغير، هاي معنى es wird، عم يصير هلا، عم يصير. اوكي هيك. طبعا الفكرة مستقبل، الفكرة اوكي، ولكن الصيغة حاضر، وهذا مو مستقبل، هذا حاليا عم يصير، حاليا. اوكي، هذا شيء كتير مهم، يعني مو مستقبل، هذا حاضر طبعا، بدنا نشوف النتيجة بالمستقبل، بس حاليا عم يصير، هذا شيء مهم. او es wird spät، يعني لسه مو متأخر كتير، بس بدنا نروح لأنه صار شوي متأخر ورح يكون متأخر أكتر كمان، عم يصير متأخر هيك، يعني ما بدنا نروح على البيت لأنه ايه متأخر. نعم فهمتوا أكيد، يعني بظن فهمتوا. ايه ich glaube ich werde krank. يعني بظن إني عم بمرض، يعني لسه مو مريض بس عم حس إنه بكرة رح أكون مريض. رح تقولوا هاي مستقبل، لا هاي مو مستقبل، عم حس حاليا إنه في يعني تغير جوا جسمي، إني رح أكون مريض بكرة، بس عم بحكي عن التغير الحالي، حاليا عم بمرض، يعني عم حس إنه رح أكون مريض، يعني عم صير حاليا. أنا أصبح حاليا، أنا أحس هذا الشيء تدريجيا شوي شوي مريض. إيه إن شاء الله مفهوم، ما بعرف شرح لي أنا. إيه meine Erklärung wird verrückter. مثلا إيه wirst du Vater؟ يعني مرتك حامل؟ إيه أنت عم تصير أب؟ أنت تصبح؟ يعني السؤال ليس هل أنت ستكون أب؟ لا، السؤال أنت عم تصير أب؟ يعني حالياً هذا الشيء عم يصير؟ wirst du Vater؟ Ja, ich werde Vater. Oder wir werden Eltern. يعني مرتي حامل، wir werden Eltern. نعم. Das Wasser wird heiß. الماء عم تسخن. لسه مو سخنة بس عم يصير، عم شوف يعني عم يصير. اوكي، هاي معنى werden مع اسم او مع صفة. اوكي، طبعا الفكرة دائما يعني في نتيجة بالمستقبل، بس الصيغة والمعنى حاليا عم يصير. اوكي حلو كتير. هلا بدنا نشوف الماضي، werden بالماضي كتير سهل. ليكم werden بالبريتيريتوم، يعني بالبريتيريتوم مثل ما بتعرفوا كلمة واحدة ونفس الصيغة. مثلا ich wurde krank، صرت مريض. ich wurde، du wurdest، er sie es wurde، wir wurden، ihr wurdet، sie wurden. وبعدين نستعمل الكلمة ich wurde krank، du wurdest Lehrer، er wurde alt، يعني هو عاش 100 سنة، er wurde alt، هو صار يعني كتير كبير بالسن قبل ما، نعم مثلا والله.
Und so weiter. Okay? Also Sirat al-Perfekt مع كلمة sein. Okay? Das Hilfsverb hier ist sein. Ich bin geworden. Du bist geworden. إلى آخره. Perfekt مع sein. وبالنص بنحط الصفة أو الاسم. Ich bin krank geworden. أنا صرت مريض. أنا هلا مريض. أنا مريضت امبارح. Ich bin gestern krank geworden. Du bist alt geworden. Wow, أنت صرت عجوز. يعني شو هاد؟ مثلا. أو أنا. Ich bin alt geworden. Er ist Lehrer geworden. هو صار مدرس. نعم. أنا صرت مدرس قبل 10 سنين. Ich bin vor 10 Jahren Lehrer geworden. يعني geworden بآخر الجملة. هذا الشيء بنقوله للأطفال كثير. واو كبرتوا أنتوا، كبرانين أنتوا. Ihr seid groß geworden. واو ihr seid groß geworden. Groß geworden. نعم. وهي الماضي يعني بريتيريتوم وبرفكت. لا كلمة فيرب. قبل ما بنحكي عن المستقبل بدنا نشوف بعض الجمل مفيدة. أوكي؟ الجمل المفيدة مثلا اللي نستخدمها كل يوم تقريبا أنا كتبتهم هون بنشوف. يعني هاي كتير منتشر. بنسأل الأولاد الأطفال على طول Was willst du werden when du groß bist؟ أنت بس تكبر شو بدك تصير؟ أي Was willst du werden when du groß bist؟ اوكي احفظوا هذه الجمله او was willst du mal werden خلاص نفس المعنى was willst du mal werden شو بدك تصير بس تكبر ها ich wollte als kind pilot werden يعني كان بدي صير طيار كنت اريد ان اصبح طيارا ولكن هيك خلاص بونك ich wollte als kind pilot werden sie wollte anwältin werden يعني هي كان بدها تصير محامية. اوكي مثلا sie wollte als Kind لما كانت صغيرة Anwältin werden aber sie ist Ärztin geworden. Was hier صارت طبيبة. نعم. Ich wollte Politiker werden aber ich bin Lehrer geworden. يعني كان بتصير سياسي بس صرت مدرس مثلا. Ich will nie so werden wie du. يعني في اختلاف بيني وبين أبوك أبي مثلا يعني وأنا أقول أنا ما بدي أصير مثلك Ich will nie so werden wie du oder ich will nie so werden wie er يعني ما بدي أصير مثله يعني أكيد ما بدي هيك بيقولوا بس في النهاية أنا بشوف صور وشفت أنا صرت مثل أبي يعني Er ist wie sein Vater geworden, mitli Anna. هو صار مثل أبوه يعني. Du musst fleißiger werden. Ey, هذا شيء كثير مهم. يعني في اللي صديق ما عم يدرس ألماني أبداً. كسلان، والله كسلان. ذكي كثير بس كسلان. للغاية. أنا بقول له بدك تصير مجتهد أكثر. إيه بدك تصير مجتهد أكثر. Du musst fleißiger werden. Ich hoffe, der Kuchen wird gut. يعني أنا عم بعمل جاتو وأنا بقول إن شاء الله هذا الجاتو عم يصير كويس. عم بعمله بشكل كويس. إن شاء الله النتيجة راح تكون كويسة بس صيغة بالحاضر. Ich hoffe der Kuchen wird amüsiert. يعني إيه فهمتوا إن شاء الله. Ich hoffe der Kuchen wird gut. Der Kuchen ist super geworden. هيك بنقول كتير. Das ist gut geworden. هذا صار كتير كويس. يعني لما نشوف نتيجة كويسة, das ist toll geworden. Das ist lecker geworden. Das ist super geworden. أو أنا بشوف طلابي باللغة الألمانية أنا بقول ihr seid wirklich gut geworden auf Deutsch. Ihr seid richtig gut geworden. يعني صرتوا كتير كويسين باللغة الألمانية. نعم. يعني هدول الجمل مستعملة كتير. فعلاً. هلا بدنا نشوف المستقبل مع كلمة werden. هذا شيء شوي صعب. وهي مو كتير مهم يعني إذا قلتوا مثلاً هاي كتير صعب بلاها. يعني اللي بيدرس البي 2 والسي 1 بده يفهموا أخيراً بس. غير هيك لا مو كتير مهم اوكي وبعد ذلك لسه باخر الفيديو بدي فرجيكم شيء اللي مستعمل كتير بالحياه اليوميه مع كلمه إما Du wirst immer اولا هاي ليكو هلا اولا هاي ما في علاقه بالفيرن ها Ich bin krank اوكي هلا بال
مستقبل سوف أكون مريض أو مريضا. Ich werde krank sein. Okay. بمعنى إنه. Okay. هنا سوف يكون أزرق. Okay. أزرق. سوف. أزرق. Ich werde. بمعنى سوف. أزرق. Okay. Ich werde krank sein. هلا ich werde krank. أي حاضر عم صير مريض عم بمرض. Ich werde krank. Ich werde يصير بالأحمر. أوكي يعني يصير بالأحمر. Ich werde krank. أوكي هلا هنا Ich werde krank sein. أوكي Ich werde krank werden. هذا كتير ممتع. أي werde بمعنى يصير وأي werde بمعنى سوف. أوكي طبعا الصيغة واضحة. Ich werde مستقبل أنا سوف يصبح werden krank werden. أوكي أنا سوف أصبح مريضا. Ich werde مستقبل و werde يصير. أوكي هاي مثل ما قلت اللي بده يدرس B2 بلس أو C1 غير هيك مو كتير مهم. أوكي بس اللي بده يعرف هذا الشيء اللي بده يفهم القواعد باللغة الألمانية بشكل كامل بده يفهم هذا. نعم هلا هو عم فكر بأمريكا حاليا. Er ist Präsident يعني هو رئيس. أوكي أوه gewesen. أوكي Er ist Präsident, أنا آسف, gewesen. والله خطأ. الله صار صح. Er ist Präsident gewesen. هو كان رئيس. Okay. هذا تعلمناه بأول فيديو لهذه السلسلة. Er wird Präsident gewesen sein. يعني راح يكون في وقت اللي هو كان في رئيس بس ما عاد رئيس. راح يكون في وقت ما عاد رئيس. Er wird Präsident gewesen sein. هاي مستقبل سوف. سوف يكون هكذا. اوكي؟ نعم. ولكن هنا Er ist Präsident geworden. هو صار رئيس. هو صار رئيس. اوكي؟ Er ist Präsident geworden. راح يكون صار ولساته. راح يكون صار ولساته. مثلا بعد شهر هو راح يكون صار رئيس. هو يكون الرئيس يعني. اوكي هيك هذا مستقبل بريزيدنت werden geworden sein. اوكي هذا شوية مؤقت بس حلو كتير والله. اللغة الألمانية جميلة. أخيرا بدنا نشوف هذه الصيغة اللي بنستعمل كتير إما مع المقارنة يعني الصفة بالمقارنة مثلا أفضل أصعب أحلى إلى آخره. مثلا أنا بقول لمرتي كل يوم دو فوست إما شونة يعني أنت عم تصيري أحلى وأحلى وأجمل وأجمل وهي بتجاوب دو فوست إما أوكي هيك يعني هاي إما مع الشونة مثلا تدريجيا او كل يوم اكثر واكثر على طول اكثر واكثر immer schöner. Dein Deutsch wird immer besser. انت عم تتحسن كل يوم يعني المانيتك عم تتحسن كل يوم عم تصير افضل وافضل كل يوم. Wird immer besser. Immer على طول يعني هيك تدريجيا على طول immer besser. Okay. Ich bin kahl يعني في سلع شوي. Ich werde immer kahler auf dem Kopf. Im Kopf auch, ja. Das Leben wird immer schwerer, ey wallah. الحياة عم تصير أصعب وأصعب. نعم. يعني عم نبذل جهود يعني كأنه الفاضي هيك. بعدين er wird immer verrückter. Oh. يعني هو عم يجن أكثر وأكثر أو عم يصير مجنون أكثر وأكثر. ايه. Er wird immer verrückter. وهون هي ما في علاقة بالإما بس هذه جملة كمان كتير منتشرة وكتير حلوة. Je mehr ich Deutsch lerne, desto besser werde ich. يعني كل ما بتعلم اللغة الألمانية أكثر بصير
أفضل وأفضل، يعني بصير أفضل كل ما بتعلم أكثر. Desto besser werde ich. Oder je mehr ich esse, desto dicker werde ich. Je weniger ich esse, desto dünner werde ich. Und so weiter. Je mehr ihr meine Videos guckt, desto besser werdet ihr. Das reicht für heute. Bald kommt Teil Nummer 3. Passiv. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.